عليكم اخواني اخواتي. اليوم قررت نديركم فيديو جديدة. قررنا نديرو ماسكارية باش نقدو نحميو راسنا فاش نكونو خارجين للضرورة. علاش؟ لان ماسكاريات خصنا نخليوها للناس اللي مرضين ونخليوها للاطباء لانهم محتاجينها في هذا الوقت. دونك حنا بما اننا بصحتنا وخصنا غير فاش نخرجو نحميو راسنا باش ما نلقطوش الفيروس، دونك قررت انني ندير نشارك معكم هاد الماسكاريه اللي درت انا منزليه وراها صحيه 100%. اختارينا الثوب اللي هو صحي واللي كينصحوا به هنايا عندنا في اسبانيا، كينصحوا بهذا الثوب اللي كيقول لك يتعقم فوقاش ما خرجنا وجينا نعقموه في المطايب وجافيل وصافي احنا قتلنا داك الفيروس الا كنا حاملينه. درتها بدابا نيت وراني غنشاركها معكم. هانتوما غادي تشوفوا التفاصيل كيف درت لها. هانتوما كما كتشوفوا مخيطه من هنايا، هانتوما بلاستيك، وهنايا عندنا الجهه ديال النيف وهنا عندنا الجهه ديال التحت. وهذه الماسكاريه غادي نديروها بالباترون، بالباترون غادي نخليه لكم في قناه الوصف باش تامبريميوه وديروه حتى نتوما. ماشي بالضروره نكونوا بروفيسيونال في الخياطه باش نديروا هاد الماسكاريه، غير الباترون نديروه فوق الثوب وغادي نقطعوها نتوما غادي تشوفوا معايا. بقاو معايا من فضلكم. يلا البنات، ها نتوما خديت هاد الثوب، ها هو ثوب ديال لي زور ديال المخاد ماء صحيح وديال القطن 100%، دوبلتو على 4. ها هو عندنا مدوبل على 4 بهذا الحجم، نقدوه هكا. امبريميت الباترون، هذا الباترون غادي نحطوه على العبار، العبار ما غادي تحتاجوا ديروا حتى حاجه، غادي نقطعوه على هذا العبار. الا كتشوفوا هذه الجهه ديال النيف وهذه الجهه ديال البربيه، ها هو هنا عنده العبار، هادو السوينتات اللي غادي نعدلو بهم الجهه ديال لاستيك، هذا هو العبر اللي غادي نحتاجو، راه ستوندار يليق لاي واحد. دونك كما كتشوفوا شنو غادي نديرو، غادي هذه فرصه الواحد راحنا غير في الدار نامبريميو ونديرو الماسكاريه ديالنا على يدنا، ما عندناش الماكينه نخيطوها بالابرة والخيط، المهم ما نخرجوش بلا ماسكاريه في الزنقه. دابا غادي نقطعوها على هذا العبر الاحمر، هو هذا العبر اللي غادي نديرو. راه انا ماشي بروفيسيونال في الخياطه ولكن اي واحد يمكن له يديرو بطبيعه الحال. الضروره ولا كي كنقولوا الحاجه كتخلق، شنو كيقولوا لها، واحد المثل تلف ليا دابا البنات ما راهش في بالي، انسان ما عمرك تقول راه ما نعرفش ندير هذا الباترون نقطعو عليه وحنا نصاوبوا الماسكاريه ديالنا وكتجي على العبار ديال الوجه 100%. غادي نخلي لكم الباترون في فورما ديال بي دي اف في قناه الوصف اللي مهتم بالامر واللي بغى. دابا راه الماسكاريات خصنا نخليوها للناس اللي راه محتاجينها، وحنا فاش نكونوا خارجين نتقداو حنا راه داروا لنا ما يمكنش يخرجوا جوج الناس يتقداو، واحد الانسان اللي يخرج يتقدا في العائله. دونك بالنسبه ليا انا في لوكا ديالي كناخذ السياره كنمشي انا، دونك غادي ندير الماسكاريه ديالي باش ما ننقلش العدوى ونجيبها للعائله ديالي. غادي نديرها، راه ساهله البنات صدقوني راه ساهله، حتى حاجه ما صعيبه. والعبر ها هو عندنا، ودابا غادي نقطعوا هذا المربع الصغير اللي كيجي تحت في الورقه، كيجي تحت راه فيه 2 سنتيمتر في الطول و 3 سنتيمتر في العرض. ودابا غادي بقاو معايا باش نوريكم كيفاش نديرو الجزء الثاني.
دونك ها حنا قطعناها، ها نتوما كتشوفوا قطعتهم. دابا هاد الجهه هذه اللي عندنا هنايا، هاد الاحمر من هنا، هذه هي الجهه من الجهه ديال البلياكه ديال الودنين. غادي نحلهم انا شويه هكا غير شويه، ونحل من هنا عاوتاني غير شويه. صافي ها نتوما كما كتشوفوا، ها هما عندنا أربعة ديال الوريقات. دونك غادي نحيدو الباترون، نحيدو الكافيت، صافي ما غاديش نستعملوه. وهذا هو الجهه اللي غادي نستعملو من هنا باش غادي تجي الخياطه مقاده ومستوره فاش كنديرو لاستيك. ها هما هنايا غادي نخليهم هنا، نحيدو الكافيت. دونك كما كتشوفوا ها هما جوج طريفات وها هما جوج طريفات. البنات ها هما عندنا أربعة ديال كما قلت ديال طريفات. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نهز وغادي نخيط من هنايا كاع هاد الطرف، وغادي نهز الطرف الاخر نخيطو بالماكينه من هنايا بجوج طروفه. فاش نساليهم غادي نهزو جوج ديال لاستيكات، لان الماسكارا خصها لاستيكات من جهه ديال النيف ومن جهه ديال الراس. اللي من جهه ديال النيف كتكون طويله على الجهه ديال التحت، دونك العبار هو الجهه ديال التحت اللي كتكون صغيره 24 سنتيمتر، والجهه ديال النيف 28. ها نتوما كتشوفوا ها هما كاين هنا 4 ديال لي سنتيمتر اللي فارقين لنا القومات. هاد لاستيكات هما اللي نحتاجو من بعد. دابا غادي نبدا نخيط هاد الطرف قدامكم. الا ما عندكمش الماكينه، الا ما عندكمش الماكينه خيطوا بالخيط، ولكن يكون مدوبل على جوج، ويكون نخيطوه بوحده حدا وحده، ما نخليوش كاع الفراغ. دابا انا غادي نحطها هنا على هاد الجهه ديالي. غير واحد الاشاره البنات، انا خديت هنايا الخيط اللي قريب اللي مدحس، ودرت له النسبه واحد كيجي مزير، كيجي على هاد الشكل البنات. ها هو كيجي الخياطه مزير، لان ما خصناش يدخل الهواء من اي حاجه. هادي راه شو سيريوز، راه ماشي لعب. غادي ناخد الطرف الاخر وغادي نديرو نفس الشيء. وبطبيعة الحال الا ما عندكمش الماكينه، انا ماشي بروفيسيونال البنات، ولكن كان ديباني راسي. دونك دابا واحد الطرف غادي نخليوه هكا، وواحد الطرف غادي نقلبوه. ها نتوما غادي نقلبوه، نحاولوا دائما نشدوه هكا. ها حنا درنا له هكا، ودابا الطرف الاخر. ها نتوما معايا، بقاو معايا عفوا البنات. دونك هانا قديتو كامل هنايا، نحاولو نخدموه بصباعنا حتى يتقاد من هنايا. ودابا هذا اللي بقى محلول من هنايا غادي نخليوه هو اللي على برا.
هانتوما وغادي نحشيو هذا لداخل، نخدمو غير بشويه علينا ما زربانينش. ها هو، وباش ما تجيناش مدبزه هنا نحاولوا نديروا واحد الطرف من هذا الجي وهذا الطرف من الحواشي يكون هكا باش يجي فاش نكونوا غادي نخيطوا ما يجيناش مدبز. ودابا غادي نقاد كلشي هادو. ودابا شنو غادي ندير؟ غادي نخيطو من هنا من هذا الطرف كامل، وغادي نخيط هذا الطرف كامل ديال جهه النيف، ودائما مقادينهم مزيان مزيان مزيان. ونعاودو نرجعو للماكينه. راه انا عندي هاد الخيط البنات راه غير سلاكي وصافي، ماشي يعني هكا. غادي نديرو لداخل دونك، وغادي نخيطو كما قلت لكم الطريفات، نحاولو نخيطو غير من الجنيب ان سنتيمتر على بركة الله. فاش نقرب نوصل لهنا نتاكد بانني دايره هذا الطرف من هنا وهذاك الاخر ندخلو لهذا باش الخياطه الماكينه ما تعكسش لينا. وغيب شويه علينا نقادو الثوب ما زربانينش. دابا غادي نمشي للطرف الثاني وغادي ندير له نفس الشيء، نبدا من هنا ونعاود ندير الخيط اللور. دائما فاش كنوصل لهنا نتاكد بان واحد الطرف غادي لها وواحد الطرف غادي هنا باش ما تجيناش هنا مكركبه من جهه النيف ويديرونجينا فاش نكونوا دايرينه. نعرف عليها الطريف، غادي نقادو هكا، غادي نمشي معاه بشويه بشويه. دابا البنات ها هو عندنا هنا، غادي نقطعوا هذا الخيط اللي راه زايد. غادي نقلبوا باش هذه الخياطه تجي لداخل باش يكون عندنا الماسكاريه ديالنا ممتازه ومصايبه. غادي نخدموه بشويه علينا هاد القنوطه نديروهم هكا باردون. هكا صافي غادي نقادو مزيان بيدي، وباش غادي نديرلو لافينيسيون باش نتاكد بان ما غادي يدخل لا هو لا والو هنا، غادي نمشي كنديرلو واحد الفينيسيون من هنايا غير ان سنتيمتر على الخياطه البنات بالماكينه عاوتاني من هنا باش نسدو ما نتاكدو بان ما بقى حتى شي طريف محلول. دونك غادي نعاود ندير بسم الله. الصبع ديالي نقطع.
دابا غادي نخيط هاد الجهه الثانيه وها نتوما معايا. دابا القوميطه ديك القومه اللي طويله غنديروها من جهه النيف، غادي نلصقها هكا، والقومه الصغيره غادي نديرها من 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 جهه ديال الباربيه من التحت، نديروا لها الفيلير بعيد على الماكينه منين غادي نخيطوا. وغادي ناخذوا دابا هذا الطرف ديال التوب اللي قطعنا اللي كاين في الباترون، وغادي نديروا له هكا هانتوما كتشوفوا هكا، غادي نتنيه من هنايا وغادي نخيط من هنايا. راه شويه كيجي غليظ ولكن غادي نخيطوه هانتوما، وغادي ندوبلو من هنا من هاد الجهه، وغادي ندوز الماكينه من هنا بسم الله. دابا نديرو نفس الشيء من الجهه الاخرى، غادي ندير معكم باش ما يجيش الفيديو طويل، انا ندير معكم هاد الجهه. دابا فاش خيطنا من هنا غادي نقلبوا من هنا يا البنات هانتوما، غادي نقلبوا من هنا وغادي نعاود ندوبلو هاد الخياطه كامله، غادي ندوبلها من هنا وغادي ندوز الماكينه من هنايا داكوغ. ها نتوما معايا، وها هما البنات، ها هي ساليناها، ها هي ها الماسكاريه ديالنا وجدات هانتوما، هذه الاوليه، هذه اللي درت الاولى هانتوما، ها هي بلاستيك. نتمنى البنات ما نستعملوهاش لواحد المده طويله، نتمنى هذا الوباء ان شاء الله ينتهي بسرعه جدا جدا، واللي مريض الله يشافيه. وها نتوما ماسكات ماسكاريات ساهلين ويحميونا فاش نكونوا خارجين، لان دابا راهم ما متواجدينش في الاسواق والفارماسيات، واللي متواجدين نخليوها للناس اللي مريضه بطبيعه الحال. وهذه نديروها، علاش اختاريت اللون ابيض؟ لان غادي نديروه في المطايب وجافيل فوقاش ما جينا داخلين باش ما نلوحوهاش، ديزينفكتيوها غير دار جافيل والمطايب غادي ديزينفكتا كلشي، الفيروس اللي يكون على برا غادي يموت، ونستعملوها نحميو راسنا ونحميو العائله ديالنا. وهو هذا، نتمنى الفيديو يعجبكم البنات، ونكونوا فدنا بواحد الحاجه جد مهمه في هذا الوقت هذه. وهو هذا البنات، مع السلامه.